صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى تلفزيون نورسات وتليلومير. بنصبح عليكم أنا وأبونا جورج شرايح مرافقنا الروحي لحلقتنا ولبرنامجنا صباحكم نور. صباحك نور دكتور أبونا، خليك يا رب إن شاء الله بصحة وعافية، نحمد الله دائما يا رب. أبونا نبلش الصلاة وبعدين ننطلق في الحديث عشان ما نقطعش الوصل زي ما بقولوا بالحديث. تفضل. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. آمين. ايها الملك السماوي الذي غسلتنا بماء المعموديه الطاهر، طهر قلوبنا، نقي اجسادنا، صفي نياتنا، دعنا نقدم لك كل يوم رحمه لا ذبيحه، فانك لا تسر بالذبائح، بل برحمتنا ومحبتنا ومغفرتنا لبعضنا البعض. أيها الإله السرمدي المحب البشر، بعمادنا غسلتنا من خطايانا، فدعنا نعود إليك دائما أبدا. باسم الآب وابنك والروح القدس الحي الدائم إلى الأبد. آمين. شكرا يا أبونا وصلاة مقبولة للجميع، وأهلا وسهلا بالجميع اللي انضموا لنا لحلقتنا اليوم صباحكم نور على صفحتنا وعلى شاشتنا الصغيرة نورسات الأردن ونورسات الفضائية من لبنان. فمنصب على طاقمنا اللي بلبنان منقولكم صباحكم نور، ولطاقمنا في عمان منقول صباحكم نور للجميع، وشكرا لمرافقتكم لنا فنيا وإداريا وتصويريا لهذه الحلقة. حلقتنا طبعا اليوم هي بعنوان الحج الأرثوذكسي، الحج للمغطس، لأنه الكنائس مثل ما بتعرفوا في إلها تقويمات مختلفة عن بعض، التقويم الشرقي والتقويم الغربي. حجينا الأسبوع الماضي بالمغطس للكنائس الكاثوليكية، والجمعة هاي الجاية علينا سوف نحج في للكنائس الأرثوذكسية، وسوف نوافيكم تباعا. طبعا راح نكون بث مباشر على صفحتنا وإن شاء الله على فضائية نورسات بالحج المسيحي لموقع معمودية السيد المسيح المغطس. أبونا سؤالي أنا هلا موضوع المغطس قبل ما ندخل لأخبار الأخرى اللي صادفت خلال هذا الأسبوع، يعني كل الكنائس بتآمن بالمعمودية مثل إيمان واحد وبشكل واحد يعني، وأيضا كل هالموضوع العماد، يعني إذا منقول تاريخيا من أي من نبثق؟ نعم صحيح. هلا بنحكي عن الغسل بالمياه لمغفرة الخطايا. نعم. كان سائد عند كل الديانات. نعم. في كل الثقافات. نعم. بس كانت الأسماء مختلفة، بيسموها بالديانات التوحيدية اليهودية والإسلام بيسموه الوضوء، واليهود الاغتسال. وبنعرف لما يسوع عمل بيوحنا 3 بقانا الجليل لما كان موجود، وأجاجين كانت موجودة بالأماكن العامة دائما اللي كانوا يغتسلوا فيها، وكثير حكوا ليسوع ليش تلاميذك فاتوا ما غسلوا ايديهم بالماء اللي بيكون بالجرن على الباب موجود. فدائما كانت فكره انه الماء بتغسل كمان من الاوساخ الجسديه كذلك من الاوساخ الروحيه، انه ما بصير تتقدم تصلي وانت مش مغتسل. والاغتسال كان يختلف عن الاستحمام، يعني الاستحمام للجسد والاغتسال كان بمنزله روحيه يعني. نعم. فكلمة عماد أصلا هي من اللغة العربية، إذا جاز بحثنا في وجيز اللغة بنشوف أنه هي عماد البيت والعمود الأساسي اللي بترتكز عليه كل الزوايا. نعم. يعني بالمسيحية العقائد التي ترتكز على دخول الولوج إلى الأسرار، بسموها أسرار التنشئة المسيحية. نعم. اللي هي الأسرار الثلاثة الأولى اللي بأخذها خصوصا بالطقس البيزنطي، الطقس الكنائس الشرقية بأخذوها مع بعض بنفس اليوم. نعم. مثلا الكنائس الكاثوليكية انترناشونال زي اللاتين عندنا بالأردن بأخذوهن على فترات، يعني ببلش المناولة الأولى، بعدين الميرون اللي هو سر التثبيت، بعدين يعني بتسلسلوا في هاي الأسرار التنشئة. ولكن شاء يسوع المسيح أن تكون معمودية اللي عرفها التاريخ منذ تأسيسه. نعم. هي مغفرة الخطايا والغسل بالماء، قال أما يعمدكم بالماء أما أنا ففي نوع جديد راح يطلع من المعمودية. نعم. اللي تحدث فيها يسوع في إنجيل يوحنا 3 أيضا بداية الإنجيل يوحنا مع نيقوديموس بالليل وحكى له إيش هي المعمودية الروح بالنار. نعم. والروح القدس من هنا
انطلقت. شو السؤال الثاني كان شقه الثاني؟ انه المعموديه بكل الكنائس هل هي تتبع نفس هلا كالولوج الى المسيحيه لابد ان يكون الانسان معمدا، بدون معمد ما بدخل ولا باي جماعه كنسيه، حتى المش معترف فيها او المعترف فيها والناشئ لازم يكون فيه عماد. ولكن تختلف الكنائس البروتستانتيه عن الكنائس الرسوليه الجامعه الكاثوليك والارثوذكس واللاتيه بحيث متى يعمد. احنا عندنا عماد الطفل، هم عندهم عماد الناضج العاقل اللي بيختار عماده. تمام أوكي. شكرا لك يا أبونا. طبعا أنا بشكر كل الأشخاص الموجودين معنا على صفحتنا اللي عم يكتبوا تعليقاتهم وتساؤلاتهم أيضا. فمنقول إبراهيم حمام يسعد صباحك وربنا يبارك حياتك، صباح الخير بأنوار المسيح، كل عام وأنتم بخير. لنهيل الصفدي خوري وإيمان بهجة الشرحة صباحكم نور وبركة. و نادية نافع صباح الخير دكتورة وحجم مختص مبارك. دكتورة بدي أقاطعك بالتعليقات، دائما أم فادي حتى بتعيد علينا وبتصبح علينا، واليوم نتمنى لها الشفاء العاجل والسلام، يسوع يحميها ويقومها بالسلام، صحتها منيحة نشكر الله الحمد لله، واليوم بتكون في بيتها بصحة وعافية والرب يسوع يباركها، وإن شاء الله صلواتكم إنها ترجع طبيعية صحيا من كل النواحي زي ما هي سابقا. آمين آمين يا رب. أشكرك يا أبونا لمحبتك. طبعا هذه كمان مناسبة أوجه الصلاة ونوجه الصلاة لكل الموجودين على أسرة الشفاء، ربنا يشافيهم ويعافيهم ويرجعهم لبيوتهم ولعائلاتهم وهن بصحة وعافية. فألف سلامة عليك يا أم فادي صديقة يعني البرنامج الدائمة يعني. نعم نعم فقدناها اليوم. يعطيهم العافية كمان كل الأشخاص حتى بالمستشفيات يا أبونا، لما بتشوف هالمرضى وهالمصابين او هاللي كمل على أسرة الشفاء وايضا اللي بالعمليات وهيك، بتقول رحمه ربنا كبيره، يا رب يلطف فينا ويرحمنا برحمته. وبتذكر الواحد المتالمين، يتذكر الواحد المتعبين والمثقلين وكثيري الاحمال، ودائما احنا بنرمي همنا على الله وبنرمي همنا عليه، هو الكبير ما إلنا غيره. نعم فألف سلامة على الجميع وربنا يرجعكم سالمين غانمين يا ربي لبيوتكم وحياتكم باسم يسوع. باسم يسوع المسيح. منقول لأمل السلمان شكرا لكم أبتي للصلاة من المختص. أبونا هل تعتبر المياه الموجودة بالمختص مقدسة؟ طبعا لأنه قدسها من قدسها. هلأ احنا كل مياه بيصلي عليها الكهنة بتصبح مقدسة، ولكن هذيك اللي قدسها يسوع يعني هي الأورجينال اللي بناخذ منها احنا. نعم. وأيضا سؤال آخر من سيد إبراهيم حمام، أبونا السؤال، ما هو رأيك في المعمودية الذين يتعمدون بها الكبار مثل الكنائس الإنجيلية؟ طبعا ذكرت احنا حكينا وما في عنا عمادنا، احنا بنجدد مواعيد عمادنا بس عمادنا ما بنعيده احنا كبار لأن أخذناه وإحنا صغار يعني. لونا دبابنة الأسمر يسعد صباحكم منورين، دائما حلقاتكم بتجنن، الله يقويكم أبونا. تسلم. وأيضا هناك سؤال من سعد الدايق أو النافع، أي نادية بتقول لك شكرا أبونا على الجواب، عم بيطلبوا منا لماذا لا تطرحون المواضيع التي تثار على الساحة المسيحية بالمجتمع المسيحي، في مواضيع كثيرة تثار ونورسات غير مطلعة أو تطلعنا عليها. لا ما تستعجلوا إن شاء الله، ما تستعجلوا في الحلقة طويلة. بصراحة قبل ما نبلش كمان عن احتفالاتنا القادمة ومثل ما أنتوا شفتوا نشاطاتنا اللي إحنا عم ننشرها على صفحتنا، أحيانا ما بنبحث فيها وأحيانا نتركها حسب ما بتكون النصوص المرسلة لنا للنشر، بتكون هنو محددة في سياق معين للسياق الإعلامي أو السياق اللي الرسالة من وراء هذا الخبر التي بتهم المجتمع أنها توصله، وأي أصوات أخرى نشاز يعني بحاولوا أو بنحاول كمان إحنا كنورسات إنه نتجاوز عنها لأنها مش هي الأساس، وأيضا تبعث على إنه تكون في تكون حجار عثرة أمام الجماعة المؤمنة. عشان هيك نحن يعني
ما منثيرها. نعم. هلا بعض نعرف نحن احنا مطلعين ونحن مش مثل ما نتهم من البعض انه عايشين في بابل والعالم اللالا نحن كنورسات والروحانيات فقط وغير متصلين بالواقع. نحن مع الواقع ونحن عايشين بهذا الواقع، احنا افراد بهذا المجتمع وبهذا البلد وبهذا العالم والشعب المسيحي الموجود بكل العالم، مش انه احنا منفصلين. ولما منعيش او منحكي عن الروحانيات ليست حياتنا كلها روحانيات، في نعم حياة اجتماعية عنا، في عنا عمل وفي عنا اولاد وفي عنا مدارس وعنا جامعات، في عنا اشغال وفي عنا بطاقة، منعاني من البطالة، منعاني من الحاجة، منعاني من الصحية، منعاني انه نمرض ومنعاني انه نقصر ومنعاني انه حياتنا ما بتكون ماشية بسهولة. لكن صح. زي ما حكى ابونا في البداية دائما اتكالنا على الله، كل ما يصيبني هدية منك يا الله اخذها كأمجد فيها ربنا، هالمشكلة أخذها وأمجد فيها ربنا. طبعا نحن ربنا قالنا أطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لكن مش على كل قرعة يلا وعلى كل الطلب يلا ربنا استجيب لي، اشفيني، ساعدني، لقي لي شغل. يعني أحيانا نحن نظلم حياتنا المسيحية، نظلم إيماننا، نظلم حتى عم نظلم حالنا لما احنا نطلب من ربنا واذا ما استجاب نبعد عنه ونبطل نصلي. شو بدي استفيد من الصلاة؟ بتضيع لي وقتي. يوم الاحد عندي شغل يا ابونا، بدي اطعم الاولاد، ايش بتقول لي صلاة؟ اروح على الصلاة. وبصيروا يجيبوا امثلة في الحقل، بقول لك تتركش زرعك وعندك حصيدة وروح على الصلاة والاخر. ومن هالامثلة عارفي دكتورة، يعني الاساس في الحياة الروحية هو الاتزان الذي يولد الثبات. نعم. الثبات العاطفي والثبات العقلي والثبات الروحي هو الاتزان، يعني في أوقات للعبادة وفي أوقات للعمل، وفي العمل أيضا عبادة لما بتعملوا بإتقان وبأمانة. هلأ في الضيقات في الشدائد بالصعوبات، لما اللي ختمتي في حضرتك كلام ما قدرت إلا أعلق عليه، يعني كثير كلام بمس إن أمجد الله في صعوباتي في ألمي في وجعي، وأنا في عز ألمي وأنا في عز وجعي أكون قدم ألم ممجد أمام عهد ربنا. إنه مرات كثير بنوقف في بستان الزيتون ونبكي متألمين موجوعين من أعماق وصميم قلبنا، ونحن نقول يا رب أن تبعد هذا الكأس عني، ولكن لتكن مشيئتك يا رب، إن أمكن أن تبعد هذا الكأس عني، ما أمكن تبعده بدي أحمله بكل شرف بكل تضحية بكل أمانة لهذا الألم الممجد اللي سمح ربنا فيه. إني أنا بحسه انسحاق لأحيانا لعزة نفسنا ولكرامتنا ولعنجهيتنا ولحضورنا وقوتنا بمعسنا معش فيه. نعم. بالألم، ولكن نقول لمجد ربنا. وأيضا أبونا احنا دايما منكرر يا رب ليش تاركنا، عم بتشوفنا قاعدين عم نتألم، والمزامير دليل على كلامك. يسوع على الصليب قال إلهي إلهي لماذا تركتني. أيضا فنحن من يعني إليا إليا يعني ما شبقتني. نعم. أحيانا نتعرض لهذه الهزات، أحيانا نتعرض لهذه الزوبعة اللي بتكون بس القوي اللي بيقوم، القوي اللي القوي بيقوم الذي يقوم. نعم. وانتم بتعرفوا انه هذه الحياة حياة فانية، في هناك حياة الباقية هي الحياة الملكوت، ربنا امين وعدنا فيها الملكوت باسم يسوع. فعلينا تمجيد أمين. اسم ربنا بكل الضيقات، ولما بتمجد ربنا بالضيقات سوف ينظر اليك ايضا بالسلام والخيرات يعني سانك. والنعم سلم لسانك على الكلام الحلو يا دكتور. نعم. هلا أبونا طبعا في نشاطات كثيرة على صفحتنا على نورسات، وممكن البعض يتساءل يعني في عنا أيضا في الخبر الأخير الملك يلتقي أبناء مدينة الفحيص. جلالة الملك عبد الله الثاني زار مدينة الفحيص، والتساؤلات لماذا زار مدينة الفحيص ولماذا، ما هي قصة التمثال السيد المسيح الذي أزالوه عن دوار أحد دوابير في شوارع الفحيص. إحنا ما طرحنا هالتساؤلات مع أنه
في خبر اجتماع رؤساء كنائس الأردن مع اللجنة النيابية الخارجية، كان في تعليقات كثيرة، تعليقات قاسية لبلدنا وتعليقات قاسية من أشخاص زعزعوا الوحدة المسيحية وزعزعوا أيضا كمان الوحدة الوطنية، وهذا كمان نحن يعني نتأسف عليه أنه يكون أفكارنا مثل هيك، ولكن هذه مش أفكار مسيحية ولا أفكار شعب يؤمن بالوحدة ويؤمن بالوئام، يؤمن بالعيش المشترك، يؤمن بالأخوة، يؤمن بالمواطنة. أصوات شاذة دكتورة، أصوات شاذة. هذه المبادئ اللي إحنا عم نعيشها في بلدنا الأردن وين ما كان، كمان إن نعيش مع الآخر، نحترم الآخر وين ما نكون بأي بلد منكون، فهذه مسيحيتنا وهذا إيماننا. قصة التمثال السيد المسيح اللي كان على أحد الدواوير في مدينة الفحيص، أحكي باختصار واللي صار، يعني مثل ما سمعنا من الأشخاص المسؤولين عن هذا الموضوع، وانسوا الإشاعات اللي عم بتصير، انسوا ما تذكر الأحاديث اللي بتصير الجانبية، قال فلان وحكى فلان، قال فلان وقالوا إيل. اللي صار إنه في إحدى فعاليات والنشاطات الموجودة، ناش نذكرها، هي في إحدى النوادي، حدا من العائلات تبرع بتمثال، وقد ما هن متحمسين هدول بدون أي أنهم يوعوا لهذا الموضوع وياخذوه بكل معاني، من محبتهم وغيرتهم على مسيحيتهم حطوا التمثال على أحد الدواوير، لكن وضع هذا التمثال لا يناسب قيمة صاحب والرمز اللي هو السيد المسيح، رمز التمثال. فتعرفوا أنتوا إحنا لما منحط الأيقونات ومنحط تمثيل القديسين وتمثال السيد المسيح أو لسيدة مريم العذراء، من نوضعه على أعلى على القمم، دائما نوضعه على مرتفعات، ما منوضعه يعني بممرات الطريق وبالشوارع وين مكان، إله مكانته، إله هيبته هذا التمثال أو هذا الرمز اللي بيرمز إله السيد المسيح. فكان خطأ من الأشخاص اللي وضعوا هذا التمثال، لكن ما قدروا إنهم يحصروا زي ما بقولوا العواقب اللي صارت بعد وضع هذا التمثال. فصار في اعتراض من الشعب الفحيص لأنه وضع التمثال في مدينة الفحيص، وصار في اعتراض أيضا من المسيحيين نفسهم إنه يعني توضعوا تمثال بهذه المكانة، بهذا المكان غير مناسب للسيد المسيح ولا لا قيمة السيد المسيح، يعني أنتوا بمعنى هيك أنه أنزلتوا من مكانته. لكن اللي صار أنه اجتمعت العشائر بعد وضع التمثال وبعد تكريسه من قبل كهنة الكنائس الموجودة المحلية، لأنه هذا كان طلب من بعض الجهات، اجتمعوا كل الكنائس، واجتمعت أيضا العشائر المسيحية عشان يمنعوا، أيضا ظهر خطاب الكراهية. أنا لا أنكر أنه في خطاب كراهية من بعض الأشخاص وأصواتهم نشاز، وتم أيضا محاسبتهم على هذا الخطاب لأنه تم من قبل أشخاص غير مسيحيين، وإحنا ممنوع علينا هون بالأردن خطاب الكراهية يحاسب عليه قانونيا يعني وأمنيا. فتمت محاسبة الأشخاص اللي صدرت منهم هذا الخطاب، وأيضا اجتمعت العشائر المسيحية وأزالت التمثال، يعني أزيل التمثال بطلب شعبي لوضعه في مكانة تناسب ومكانة يقدر فيها السيد المسيح أكثر. وأنت أبونا من سكان الفحيص. نعم صحيح. يعني أنا بدي أخذ نعم. كمان بدي أنا أوجه لموضوع كمان رأيك. مهم دكتورة، في الكنيسة الشرقية، كنائسنا الشرقية ما عندنا تماثيل. نعم. فهي كمان نقطة مهمة، يعني
بس لم تم يا أبونا ما تم إزالة التمثال، لأنه في بالفحيص تماثيل أخرى، في عندنا دوار بالضبط العذراء من عشرات السنين وهن نعم. التماثيل موجودة، وفي بالبلد في عندك كمان تمثال لمارجريس. نعم مزبوط نعم. بس هلأ يعني اعترضوا على فكرة التمثال. طب عندنا في محافظة الكرك كان أهم دوار تمثال صلاح الدين، كان موجود صلاح الدين، شخص صلاح الدين يركب على الحصان، فهل يسمح بتماثيل مثلا القادة القادة الفتوحات الإسلامية والفتوحات العربية، ولا يوجد أما تمثال يعني السيد المسيح يكرمه القرآن أكثر من بعض الطوائف المسيحية والعذراء خصوصا عذراء مريم، يعني بالقرآن الكريم ما في لأي نساء الأرض سورة كاملة إلا لمريم. نعم. ويعني يكرم السيد المسيح القرآن الكريم، وهذا التمثال لما يكون للسيد المسيح، فإحنا يعني التسوية العادلة حقيقة، إنه ما نتشدد مسيحيا ولا نتشدد وطنيا ولا نتشدد إسلاميا. الحل المعتدل إنه زي ما تفضلتي دكتور، التماثيل توضع في الأماكن المرتفعة والأماكن على فوق دور العبادة. نعم. هلأ الفحيص إلها خصوصية خاصة لأنها هي بالضبط يعني للي ما سكانها بالضبط سكانها يعني مسيحية. مسيحية كاملة، يعني هذه البلد الوحيدة في الأردن، يعني كانت في مناطق أخرى كان في عدد السكان فيها المسيحية أكثر، لكن الفحيص هي المدينة الوحيدة اللي حافظت على الوجود المسيحي بهذه هذا العدد، استقطبته من كل المحافظات كمان. نعم. يعني صار نعم. في مش بس فحيصية، حتى صار في عشائر أخرى من بالضبط من الكرك ومن الشمال. الشمال أيضا، فهي تحتفظ بخصوصية يعني، لكن مش انه ممنوع نضع تماثيل في مدينة أردنية، لا، في مدن في مدينة الفحيص طبعا مدن الأردنية مع الاحترام للجميع، لكن لم يتم إزالة التمثال بسبب في خطاب الكراهية اللي صار وبناء عليه تم إزالته. لا، نحن في البلد هون بنحترم المسيحي والمسلمين بيحترمونا، ونحن مع العيش المشترك والوئام الديني والأخوة والمواطنة الصالحة، كلنا في هذا البلد متساوون، نحن في هذا الدستور الدستور الأردني متساوون بالحقوق والمسؤوليات والواجبات. زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الله يطولنا بعمره لمدينة الفحيص عشان يقول لهم أنا معكم، وأنتوا مهمين، أنتوا أصل وأنتوا جذور لهذا البلد الأردن، وأنا معكم وأنا ضد أي شيء بمس العيش المشترك، بمس الديانة المسيحية أو المسيحيين في هذا البلد، لأنهم هذول إخواننا وهذول أصل الأرض وجذور الأردن، واهتمامه فعلا مقدر وزيارته مقدرة لمدينة الفحيص. ربنا يخلينا إياه، لأنه دائما هو أي مشكلة بتصير رأسا هو بياخذ المبادرة وينطلق لهذه المشكلة بحلها بصف النفوس، والحمد لله الكل احنا جلالة الملك كده وجوده طبعا. خلص لحاله بحل كل مشكلة يعني، وبسكر الموضوع أكيد. يعني خلص بقفل وبنهيه، ما في لما تدخل هو انه سكر الموضوع، نحن الفحيص بتهمني والفحيص إلي، وبعدين هو ساكن في منطقة قريبة منهم يعني طبعا. كمان بمنطقة دابوق، فهذا هو السبب، هذا هو موضوع التمثال حبينا نطرحه، وزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لمدينة الفحيص. الكنائس الأرثوذكسية سوف تحج لمدينة المقدس، معنا اتصال مع أبونا بطرس جنحو من الكنيسة الأرثوذكسية، إذا شباب حاضر الاتصال يحكي لنا إياه، وأيضا سوف بليز نحط الفيديو 3 دقائق للحج المسيحي للكنائس الكاثوليكية اللي صار الجمعة الماضية، سوف يعرض الآن على الشاشة. We'll be right back.
يعني تقرير حافل ثلاث دقائق بتختصر الموضوع. ما شاء الله الحضور. نعم الحضور تقريبا تجاوز 5000 مؤمن نزلوا على المقطس. طبعا الطقس كمان ساعد. وهي الكنيسة الجديدة للكنيسة الكاثوليكية كنيسة يوحنا المعمدان. وانتم عارفين يوحنا المعمدان هو شفيع الأردن القديس شفيع الأردن للكنيسة الكنائس الكاثوليكية. ويعني أنا بقدر فضائية نورسات اللي نقلت هذا الحدث مباشرة على التلفزيون. وطبعا بقدر أيضا جهود طاقم العمل نورسات المكتب الأردن اللي قدر أنه يصور هذا الحدث بهذا الكم الهائل من المؤمنين بينهم أنه ينقله مباشرة على الفضائية. وأنتوا بتعرفوا كمان أيضا أنه هذه منطقة يعني منخفضة جدا عن سطح البر، أخفض منطقة بالعالم. وأيضا تم نقل، يعني أنا بشكر كمان ساعدونا وكانوا متعاونين شركة أورنج اللي أعطت النت لإلنا عشان ننقل الحدث مباشرة من دون ما يقطع النت. وأيضا الأجهزة الأمنية طبعا نشكر الأجهزة الأمنية، تمت شكرهم بالاحتفال. خصوصا أنك زي ما تفضلتي أنها منطقة عسكرية، منطقة عسكرية الأمنية الحمد لله ما في أي يعني مشاكل صارت وكل الأمر عدت بسلام. عدت بسلام الحمد لله. هلا معنا اتصال مع أبونا بطرس جنحو من الكنيسة الأرثوذكسية ليحدثنا عن زيارة المختص للحج المسيحي للكنائس الأرثوذكسية يوم الجمعة القادم، وأيضا عن المعمودية وهذا الاحتفال. معنا أبونا بطرس جنحو. صباحك نور أبونا. صباحكم نور سيد باسمة وأبونا جورج. كل عام وانت بخير يا أبونا. أستاذ المستمعين والمشاهدين الله يسعدك، كل عام وانت بخير يا أبونا. وانت بألف خير أبونا. الاحتفالات إن كان بعيد الميلاد أو بالعماد سيد المسيح بالاختصاص، وإحنا بالأردن طبعا من موحدين التواريخ الأعياد، من الأرثوذكس بعيدوا مع المسيحية الكاثوليك عيد الميلاد، ونحن نعيد شرقي لعيد الفصح. فنحن نعم. بالأردن بقول إنه هاي نعمة كبيرة، إنه هذه معناتها الوحدة المسيحية لما منقول عن الوحدة. فطبعا هو عيد الميلاد بيكون بسبعة واحد للكنائس الشرقية، والعماد لذا تختلف التواريخ عندنا نحن شرقي وغربي. تفضل أبونا تخبرنا عن احتفالات الاختصاص للكنائس الأرثوذكسية. اعتادت كنيستنا المقدسة الأرثوذكسية نعم. في كل عام أن تقيم هذا الاحتفال السنوي في موقع معمودية السيد له المجد نعم. وبدأنا إحنا في هذا بسنة 2001، وبعدين 2002 وضعنا حجر الأساس في كنيسة القديس يوحنا المعمدان على الضفة الشرقية نهر الأردن أو النهر المقدس. وطبعا عيوننا كما كانت ترقب قبل فترة وجيزة يعني إلى بيت لحم حيث ولد السيد المسيح، عيوننا سوف تتوجه في هذه الأيام المباركة إلى موقع معمودية السيد له المجد. وطبعا إحنا كلنا يعني نتساءل إنه ليش السيد اعتمد من يوحنا في الأردن. أول شيء دلالة على التواضع إنه يسوع المسيح أحنى رأسه للسابق، هذا دليلي على التواضع. وكمان احنا كمان بدنا نعرف اشي واحد، انه كان يسوع المسيح بيعلم في تلك المنطقة، وقد جاء الى نهر الأردن ليعتمد من يوحنا. وكما كان يقول القديس يوحنا المعمدان توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات، نفس الدعوة اليوم بوجهها السيد له المجد الى جميع المؤمنين غاد، لأنه إحنا بنشوف إنه المسيح هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم، يدعو بنفسه إلى التوبة إلى تغيير في حياتنا، في جذور سلوكنا، في أفكارنا، في أقوالنا، في أفعالنا. وكما سمي كنيستنا يوم المعمودية المسيح بيوم الأنوار، لأنه كان شمس البر أشرقت مخلصة العالم
من خلال تعاليم سيدنا يسوع المسيح. والروح القدس ظهر على هيئة حمامة عندما خرج من المياه. نعم. احنا يعني لازم تكون عندنا هاي النعمة الموجودة في كل انسان. وكما سبق وقال ابونا جورج قبل قليل انه مفتاح الانسان في المسيحية هو المعمودية. كان نعم. انت مش معتمد ما بحق لك تشترك في اي سر من اسرار كنيستنا المقدسة الارثوذكسية. نعم. واحنا نعرف انه النور هو للعالم كان يسوع المسيح. بجسده أشرق في العالم. نعم. إن النور الذي ينقي الوعي بعطي القلب دفء بنير العقل. بدون المسيح ما في عندنا حياة روحية. لأنه بدون الشمس ما توجد عندنا حياة جسدية. نعرف إحنا كمان قبل المسيح كان هناك ظلمة. ولكن لما المسيح أظهر لنا طريق الخلاص والإنسان استمر بولايته تنبأ بأن النجم الساطع اللي ظهر لمجوس في بلاد فرس وأجوا وسجدوا وقدموا الهدايا للطفل المرجع في مزود بيت لحم. حلو أبونا، حلو كتير. هلا أبونا في سؤال وردنا لحلقتنا من ضمن الأشخاص اللي بيتابعونا على صفحتنا على فيسبوك، هل يجوز أن يعمد الطفل بدون أن يوضع بالماء المقدس؟ لا طبعا، إلا كان في حالات نعم الطفل في خطأ شديد يعمد الطفل في الهواء. نعم، إذا كان في خطر عند الضرورة وعدم وجود إن مثلا خطر حياة، يعني بين الحياة والموت، يعني يكون في جهاز مثلا حاضن انكيوبيتر هذول الحاضنات إذا أطفال صغار. وأيضا إذا إنسان بدون وجود كاهن، يعني الأصل بالموضوع إنه يتعمد بالماء بكاهن. هلا ما في كاهن، ما في مية، ما في، وبده يموت الطفل، بدنا نلاقي أي طريقة. يعني ممكن عاش الطفل تكمل سر المعمودية، تكمل خدمة سر المعمودية. نعم، هل كل إنسان معمد بيقدر يعمد عند الخطر؟ نعم نعم، نعم. حتى نعم. من دون وجود ماء؟ نعم نعم، هذا في حالة الخطر الشديد. نعم، استثناء. وهذا من 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 نابع من إنه إحنا كل إنسان معمد هو يحمل اللاهوت أو السر الكهنوت الداخلي، زي ما بقولوا نحن جميعنا يعني مشاركونا في هذا كهنوت السيد المسيح. أنا نتمنى الصحة للجميع طبعا، أكيد يكون الطفل في حالة صحية جيدة. نعم، وأهم إشي إحنا يكون عنا نسمع كلمات العماد لجموع المؤمنين اللي بتكون محتجدة في الكنيسة وتسمع، لأنه إحنا قاعدين نقبل عضو جديد في نعم نعم في كنيستنا. أبونا ماذا تقول للأشخاص أو العائلات اللي بيتأخروا في عماد الأطفال بسبب يعني أسباب تكون يعني اجتماعية، بده يعمل له حفلة، بده يعمل له كذا، ليجي خاله من أمريكا ويجي خالته من كذا وهيك، ماذا تقول عن موضوع تأخر موضوع العماد للأطفال؟ العماد غير مربوط بأي مناسبة معينة، منسوي حفلة ومنسوي حفلة، منسوي غداء ومنسوي عشاء، ولكن يجب أن يكون الطفل، لأنه الإنسان الطفل غير المعمد، إذا كان كمان برقد لا تقام عليه صلاة الجنازة لأنه مش ماخذ سر المعمودية. نعم، علشان هيك لازم إحنا يكون عندنا العماد موجود، يعني من خلال يعني 6 إلى 9 أشهر لسنة انكثرت، ولكن لازم يكون الطفل يتعمد ويأخذ دائما يشترك في سر الشكر الإلهي أو المناول. نعم نعم، فعم نطلب من الأشخاص إنه ما يضلهم يتأخروا بالعماد، لأنه عم نشوف أحياناً متأخرين 6-7 سنين، يعني أطفال عم تتعمد وأهليهم ناسين الموضوع، أو بقول لك ما صارش في يعني وقت للعماد. نعم. فهذا بتقع المسؤولية على الأهل، وهذه خطيئة أنا بعتقد إنه بتحملوها طبعاً الأهل. طبعاً الخطيئة بتكون على الأهل لأنه هم نعم. يتأخروا في عماد الطفل. نعم. هلا احنا بهمنا اهم شيء انه العماد هو اعتبار يعني زي ما سبق وقلت انه هو سر قبولنا او انتسابنا للمسيحيه. للمسيحيه. ما خلينا احنا نكون دائما
متيقنين انه عملنا يكون دؤوب يكون مثمر حتى يشترك الولد في ثمار الكنيسة اليانية. نعم صحيح. امين. وهلأ احنا الكنائس الارثوذكسية سوف تقيم الاحتفال بالعيد الغطاس. نعم تحت يوم رعاية الجمعة. سيادة صاحب. نعم. نازل ابونا. تحت رعاية. صاحب السيادة المطران كريستوفورس جزيل الاحترام. نعم. طبعا يساعدوا الكهنة هناك ما في نعم الارثوذكس. في عندنا قداس الهي اول شيء صباحا. نعم. وثم تقديس الماء في حوالي الساعة 12 ظهرا. نعم. 12 ظهرا. هل سوف تكون هناك لقاء مع غبطة البطريرك؟ لا اللقاء سوف يكون يوم غد لانه بكره زي بكره بينزلوا سيدنا البطرك فيوفيلوس من الضفة الغربية على الضفة البرمون. نعم. البرمون نعم نعم بكره هو اللقاء. نعم نعم اوكي. كل عام وانت بخير يا ابونا وانا بشكرك كمان على كلامك ومحبتك وطلتك معنا في برنامجنا صباحك صديقنا صباح الدائم دلوقتي. ابونا بطرس ما بتتخلى عنا دائما بتلبي الدعوة. ربنا يعطيكم القوة وانه حبيبي يا ابونا البرنامج هو منارة لجميع الذين في الظلمة والظلام. الله يسعدك. شكرا لك ابونا. الله يخليك. شكرا لك. هلا في من بعض المواضيع الاخرى اللي رح نناقشها موضوع صلاة الوحدة واللي بيسأل عن صلاة الوحدة هذا العام. انتم بتعرفوا احنا كنا متبنيين وكنا ولا نزال يعني مع صلاة الوحدة. كنا تبنينا صلاة الوحدة لمدة تقريبا 8 سنوات. نعم. انه نقيمها بتنظيم من نورسات برعاية مجلس رؤساء كنائس الأردن وأيضا بمشاركة جميع الكنائس المجلس. الحمد لله يعني احنا لازلنا مستمرون وايضا الكنائس مستمرة في موضوع الصلاة من اجل وحدة الكنائس بالرغم من بعض الاختلافات ومن بعض الاصداء اللي بنسمعها من هنا هناك اصداء يعني في اختلافات عقائدية اما اختلاف لكن يجمعنا مسيحيتنا يجمعنا مسيحنا الواحد وايضا تجمعنا محبتنا وعمادنا الواحد. فإن شاء الله هذا العام ستكون الصلاة ستقام بكنيسة مثل ما خبرني سيدنا المطران جمال السنة تبنتها كنيسة اللاتين الكنائس اللاتينية وإن شاء الله أيضا أنه راح تكون ب 24 الشهر من هذا الشهر بمشاركة جميع الكنائس الحمد لله. وأيضا الأرثوذكسية والكاثوليكية وحتى الإنجيلية مثل الكنيسة الأسقفية العربية وأيضا الكنيسة اللوثرية وتحت عنوان صلاة الوحدة تحت عنوان تعلموا الإحسان واطلبوا العدل من أشعياء 1-17. وأنا بطلب أنه قبل ما إحنا نحكي عن صلاة الوحدة أنه أنتوا كمان بعد لنهاية الحلقة أنه تشوفوا أشعياء 1-17 من أين أتت هذه الآية وعلى ماذا تتحدث. ممكن بعد هذا الاتصال أبونا يخبرنا فقرة بسيطة عن نعم. هذا الموضوع. فمعنا اتصال مع صديق البرنامج الدائم. الدكتور جلال فاخوري. تفضل دكتور. تفضل دكتور. صباحك نور. صباح النور ابونا جورج. صباح خير. صباحك نور يا حبيبي. بعض ما ورد في الحديث كله اللي دار اليوم على التلفزيون نعم في بعض ما يوحي بانه المسيحيه لم تفهم حتى الان عند بعض المسيحيين فمثلا سيد المسيح قال أنا أعمدكم بالروح القدس ومن يأتي بعدي أعمدكم بالماء وحدد الماء حدد الماء تحديدا من ناحية ثانية قضية المعمودية حكينا فيها الأسبوع الماضي إنه ما لم يكن الإنسان معمد وتعطيه هوية المسيحية لا يمكن أن يعرف إنه هذا شو مذهبه شو طقه من ناحية. ثاني سالفة فيما يتعلق بالوحدة المسيحية الوحدة المسيحية هي تتعلق بالثقافة المسيحية واللاهوت المسيحي وليس تعدد الكنائس أو الطقوس
لأنه سيد المسيح قال الجسم واحد والأعضاء كثيرة. صحيح. من هنا تأتي أن ثقافة المسيحي يجب أن تكون متوحدة حول الثالوث الأقدس. صحيح 100%. وهي كذلك. نعم. وبالتالي قضية الثالوث الأقدس هي قضية مهمة جدا في الحياة المسيحية. إن لم تؤمن فيها فلا حياة مسيحية لك. يعني 100%. احنا بدنا الناس نقعد يعني نفلسف الأمور أكثر من هيك، لأنه السيد المسيح ما خلى إشي وما وضحه. صحيح. ومن هنا نقول أن وحدة المسيحية تتعلق بالثقافة المسيحية، باللاهوت المسيحي، كيف نفهم المسيحية، مش بتعدد الكنائس. هذه النقطة. ورجوعا إلى ما قلت أنا في البداية، قضية العماد أشار لها السيد المسيح بأنه أنا أعمدكم بالروح القدس وبن يأتي بعدي يعمدكم بالماء. إذا حدد الماء وليس شيء آخر. أما أنه إنسان غطرت عن العماد، هذا لا يمكن أن يعد مسيحي، لا يمكن، لأنه العماد هو المفتاح الرئيسي. وقلنا إحنا الأسبوع الماضي أن المفتاح الرئيسي للمسيحية هو العماد 100%. وغير هيك إحنا يعني ما يعني بالضبط ما دخل الحياة المسيحية إذا ما تعمد، يعني بعده بالحياة ما انغسل من خطاياه، ما أخذ نعمة الروح القدس. هي نعمة الروح القدس. لا أنا بقصد إنه حتى ينعرف المسيحي أنه مسيحي، العماد هو هوية. أكيد. صحيح. هو طابع، هو رخصة أن تدخل أو لا تدخل. صحيح. هو هذا الترخيص. نعم صحيح. العماد هو ترخيص لدخول المسيحية. نعم. أما إنه نصرف النظر عن العماد، هذا أمر غير ممكن. وغير ممكن أيضا في الكنائس الإنجيلية أن يعمد على كبر لسبب واحد. قال السيد المسيح دعوا الأطفال يأتون إلي. حدد الأطفال. نعم. ما حدد الرجال الكبار، ولا حدد اللي الناس يعني تنتظر يومها النهائي، ولا حدد شيء. نعم. السيد المسيح لم يترك شيء ما قاله. نحن بحاجة أن نفهم المسيحية، نحن بحاجة أن نفهم اللاهوت المسيحي. شو هي المسيحية؟ قائمة على شو؟ قائمة على المفاهيم المسيحية الروحية. أما أنه إحنا يعني نضل بعض الناس طبعا اللي يحكي وأنا مسيحي وهذا كذا، ما يعني شغلة يعني سامحوني في التعبير، يعني اللي بيحكوا هيك يعني هو بيسرسروا يعني. شكرا. أنا بشكرك يا دكتور على هذا الطرح الجميل، وبشكرك على كلماتك العميقة واللي بتحمل معاني إنسان يعني مثقف متفهم واعي للمسيحية ولا أهمية هذه الأسرار. فبشكرك وبتمنى لك نهار مبارك. هو صحيح السيد المسيح قال ما يأتي بعدي يعمد بالروح القدس. هي يعني عشان نوضح أكثر أنا. نعم. هي النقاش اللي حكيته أول حلقة عن نيقوديموس ويسوع. نعم. قال له المولود من الماء يبقى من الماء. نعم. ومولود الروح. فيسوع. نعم. حكى يعني مشان نحطها بسياقها بالضبط، انه كل اللي كان قبل كان معمودية ماء، هلا معمودية الماء والروح. معمودية الماء والروح مش العكس، الروح القدس. نعم. ممكن عم ياخذ الناس اللي بتاخذ الامور احيانا حرفية وبتعلق عليها، انه مثلا السؤال الشخص اللي سأل على الكومنتات التعليقات هل يجوز العماد من دون ماء، ممكن جاء من وراء هذه الجملة انه من يأتي بعدي سيعمد بالروح القدس والنار، ولكن معمودية يوحنا. نحن مثل ما قال كمان يسوع المسيح، ما نقدرش كمان انه نتجاوز عنه انه جئت لأكمل، يعني لما بده يكمل، وهو تعمد يسوع المسيح تيكمل كل بر. نعم. قال له لكي يكتمل وكل بر.
فإحنا ما بنقدر ناخذ جزئية اللي هي حكاها يوحنا المعمدان ونتجاوز عن ما تم عمله مع يسوع المسيح، ونتجاوز عن كلام السيد المسيح جئت لأكمل. وكي قال له يوحنا هل أنت تحتاج لمعمودية؟ أنت لازم تعمدني مش أنا أعمدك. قال له جئت لكي يتم ما كان كل بر. ما كل بر. فما بنقدر كمان نحن نتجاوز يسوع المسيح، ما تجاوز، تعمد بيد يوحنا المعمدان. إذا يسوع المسيح لم يتجاوز معمودية الماء، إحنا بدنا نتجاوز معمودية الماء على كلام يوحنا المعمدان ونقص الباقي. يعني هون بيصير في يعني شوية مثل ما حكى الدكتور، إحنا بدنا نتلاعب يعني الإشي الأساسي واضح، ما في مزح. نعم، ومعمودية هي اللي بتوحدنا كمسيحيين، كمان كل المسيحيين بروتستانت إنجيليين أو مسيحيين بالزبط. من الكنائس مهما كانوا نعم الموجودة يؤمنون في العماد. هل اختلف موعد العماد؟ عماد كبار ولا عماد صغار؟ عماد الإيمان ولا عماد الطفل؟ في عماد كبار إذا كانوا عابرين، يعني إذا ما كانوا مسيحية ودخلوا المسيحية هم كبار وبيتعمدهم كبار. أكيد. أما من أصول مسيحية يفضل من الطفول يعني. نعم. هلا موضوع الوحدة مثل ما جاءنا كمان سؤال، إن ما الذي يمنع الكنائس أنها تآمن أو تشارك بموضوع الوحدة؟ هي الكنائس أحيانا في عنا نحن في اختلافات بالعقائد، أحيانا باختلافات بالطقوس، اختلافات ببعض المفاهيم، مثل ما دي اللي السؤال اللي حكى بقول لك معمودية النار والروح القدس، في اختلافات يعني بتكون موجودة بيناتنا، لكن يجمعنا شيء أكثر وأكبر من هذا، إنه كلنا نؤمن بالسيد المسيح، كلنا نؤمن بالله بربنا، كلنا نؤمن بالسيد المسيح وتعليم السيد المسيح وما جاء به من تعليم السيد المسيح. الاختلافات هلا بناء على الثقافات، بناء على المناطق، بناء على الناس اللي أخذت هذا التعليم. يعني ممكن أنت تحكي خبر وتنقله لشخص تاني خبر تاني، وتنقله لشخص تاني خبر ثالث طبعا. يعني وانتوا تعرفوا انه الانجيل كتب او الكتاب المقدس العهد القديم كتب برؤى وبالهامات من الروح القدس، وايضا الانجيليين بقول لك لو احنا بدنا نكتب كل ما تم وكل ما قيل مجلدات العالم كله، ربنا ما كمل او ما كفى اللي صار، بس انقل لكم ونقلوا لنا الاهم اللي ممكن انه نستفيد منه. صلاة الوحدة مثل ما حكينا، منصلي واحد مش عشان نعمل اللاتين أرثوذكسي والأرثوذكسي كاثوليكي والكاثوليكي إنجيلي ولا سرياني ولا لا، إحنا منصلي مع بعض كجماعة، يعني منجتمع للصلاة من أجل وحدة المسيحيين، الوحدة بالإيمان، الوحدة بالشركة، نشترك مع بعض بالصلاة من أجل العالم، من أجل السلام، من أجل مشاكل. كيف مجلس رؤساء الكنائس الأردن بيجتمع مع بعض مثلا في قضية صارت، موضوع اللغط اللي صار مثلا بقضية التمثال، بيجتمعوا مع بعض الاعتداءات الكنسية اللي عم بتصير بالأراضي المقدسة، بيجتمعوا مجلس رؤساء الكنائس بيطلعوا بيانات لما بتصير في هزات في البلد بالشعب المسيحي، بيجتمعوا الكنائس عشان يحكوا كلمتهم كمسيحيين، ما بيحكوا لا أنا ما بدي أحكي معك إن إحنا كمسيحيين، لا أنت بتختلف معي بموضوع العماد، أنت بتختلف معي بموضوع القربان، أنت بتختلف. المماحكات حذر منها القديس بولس كثيرة، بس أنا بحكي إذا بدي أحكي فلسفة بحكي إحنا متحدين الكنائس المسيحية في الأردن بالقوة، ولكننا ليس متحدين بالفعل في بعض العقائد وفي بعض الأمور اللاهوتية، لذلك نحن نجتمع لصلاة الوحدة لأجل محبتنا لبعضنا البعض. نعم. عشان نعبر للأخوة المؤمنين اللي شايفين أنه في انقسامات طائفية. نعم. للأسف الشديد، فبنقولهم إحنا المحبة أقوى، المحبة نار آكلة لكل غذائل، المحبة نار ممجدة. نعم. تأكل كل الخطايا وتخلينا مجرد أنه الشعب يشوف الأرثوذكسي واقف جنب الكاثوليكي في جنب العفو الإنجيلي. نعم. يشوفهم كلياتهم بيصلوا مع بعضهم البعض، هاي فيها رسالة محبة. نعم. ولكن احنا القانون يجبرنا ان نكون متحدين. نعم. في قرارات زي ما تفضلتي بتتطلب من الكنائس المجتمع مش بكيفنا بدنا نجتمع. نعم. بقرار واحد. فأنا بشوف أبونا الانقسام بالكنيسة هو تجربة من الشرير، يعني تجربة من أكيد. الشيطان أكيد. اللي بده انقسامنا،
وحتى كمان لو كانت في انقسامات أو في اختلافات بالكنائس المختلفة، إلا إنه إحنا متأكدين إنه ننظر بهذا الموضوع إنه وراء كل انقسام موجود لازم يكون في كبرياء وأنانية وإلى آخره الباقي عندكم. عشان هيك إذا بدنا نواجه إحنا تجربة هذا الشيطان أو هذا الشرير لازم نتحد بالصلاة، نتحد مع يسوع الرب، نتحد بالصلاة مع بعض لنكون واحدا كما السيد المسيح بجسم السيد المسيح. الأعضاء مختلفة، يعني نقدرش نقول للإيد تكون رجل ولا الإيد تكون قلب ولا الرجل تكون كلى، كل هاي الأعضاء مختلفة في وظائفها، مختلفة في كينونتها، لكن في جسم المسيح واحد وهي آمين. بتكمل بعض. فهذه الفكرة من وحدة الكنائس، وليس أنه السعي وراء أنه نخلي الكنيسة الأرثوذكسية زي اللاتين ولا زي الكاثوليك ولا زي الأرمن ولا السريان ولا الأقباط إلى آخره. وهناك في صلاة جميلة جدا من أجل وحدة المسيحيين تقال في هذا الاحتفال، سوف نصلي بنهاية حلقتنا. شباب معنا اتصال مثل ما حكيتوا لي. ألو؟ لا معنا. أوكي، احنا بقى ضايل معنا أبونا للحديث عن دقيقتين. أوكي، لكن هلأ نحن في نهاية حلقتنا. طبعا تابعوا مواضيعنا على صفحتنا على فيسبوك، وأيضا مثل ما خبرناكم نحن مش عايشين بحلقتنا أو ببرامج النورسات، في عايشين بهذا هالبابل زي ما بيحكوا العالم الخرافي الخارج عن هذا العالم أو العالم الغير الطبيعي، لكن نحن معكم موجودين، نعم معكم لخدمتكم. وبرنامجنا صباحكم نور، يعني بالرغم من بساطة هذا البرنامج اللي منطلع عليكم كل أسبوع في يوم الثلاثاء، نحكي عن قضايا مجتمعية، نحكي عن قضايا حياتية، اطرحوا أفكاركم، اطرحوا تساؤلاتكم، نحن معكم. ممكن احنا ننفتح أكثر على المواضيع اللي بتثيروها، كون انه هذه المواضيع بتهمكم بتحبوا تناقشوا فيها، فنحن منشجعكم زي ما تقول فضفضوا. فضفضة في برنامج عن نورسات اسمه فضفضة، بدناش نتجاوزه. لكن نعم، أي شيء بتحبوا إنكم تتساءلوا عليه وتسألوا، نحن بنسأل كهنة تيردوا علينا قد ما بنقدر، نحن نتواصل معكم ونرد عليكم، فنحن معكم. نهاية حلقتنا بنصلي صلاة من أجل وحدة المسيحيين. طبعا موضوع الوحدة زي ما قلنا لكم ب 24 شهر رح تكون بكنيسة اللاتين، طبعا التفاصيل لاحقا سوف تأتي. صلاة من أجل وحدة المسيحيين. أبونا بتحب تصليها؟ لا حضرتك، أم بعطي البركة بعد الصلاة. أيها الرب يسوع، يا من في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا صليت لكي يكون تلاميذك بأجمعهم واحدا كما أن الآب فيك وأنت فيه، اجعلنا أن نشعر بعدم أمانتنا ونتألم لانقسامنا، أعطنا صدقا فنعرف حقيقتنا وشجاعة فنطرح عنا ما يكمن فينا من لا مبالاة وريبة ومن عداء متبادل، وامنحنا يا رب أن نجتمع كلنا فيك فتصعد قلوبنا وأفواهنا بلا انقطاع صلاتك من أجل وحدة المسيحيين كما تريدها أنت وبالسبل التي تريد، ولنجد فيك أيها المحبة الكاملة الطريق الذي يقود إلى الوحدة في الطاعة لمحبتك وحقك. آمين. نتمنى لكم أسبوع مبارك، ونتمنى لكم حياة ومغطس وعيد غطاس وصلاة وحدة إن شاء الله الأسبوع القادم كمان. بتمنى لكم أسبوع مبارك مجددا، وكل عام أنتم بخير. أبونا أعطينا البركة ولنذهب بسلام. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا، اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله، صباحكم نور، وإلى اللقاء مجددا. أعجوبة لليوميار مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم.
ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي رنم صلواتي ليل ومير، محبة وخير. وعندك كلمة صريحة قوي تصرخ لك.